قبل ما نيجي للحالات الفنيه، خليني اروح لكريم اسالك على حاجه ممكن تبقى مش واضحه للجمهور. احنا تابعنا الفريق ده قبل كده وشفنا الكره اللي بيلعبها، وكان فريق حتى لما كان معاهم لابا كوجا واحد من كان قدمه الافريقي، واحد من مهاجمين الحقيقه المحترمين جدا، كنا شايفين فريق متماسك وفريق قوي. ورغم تواجد اغلب العناصر اللي كانت موجوده في نسخه نهضه بركان بطل الكونفدراليه في الفريق اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، الا انه الارقام ومعدلات الاداء ومستوى الفريق وترتيبه ضعيف جدا. ايه سبب التراجع من وجهه نظرك؟ برضو حتى فكره تقدم السن دي، ما هي يعني مش موسم اللي يحصل فيه انه الكيرف ينهار كده. بيحصل مره واحده. شوف يا احمد، ده اهم سؤال الناس بتساله على السوشيال ميديا، ايه اللي خلى نهضه بركان اللي وصل فاينل كونفدراليه في سنتين ورا بعض السنه دي يخرج من دور المجموعات للكونفدراليه، في احتل المركز الثالث، يعني طبعا شبه القبائل هو اللي تصدر والقطن الكاميروني، لكن في وجهه نظري القطن الكاميروني غير القطن الكاميروني. النادي الاهلي لعب فاينل 2008، فريق سهل جدا جدا ان انت تكسبه وتعديه، كمان هو ياخد منك بطاقه الترشح، ده كان امر صعب جدا على الفريق فعلا. حتى برضه هم خسروا من كابسا يونايتد، فريق يعني متواضع جدا جدا في افريقيا ملوش اسم كبير، والخساره دي هي اللي ضيعت عليهم فرصه التاهل. طيب ايه المشاكل اللي حصلت بكده في وجهه نظري؟ هم امرين. الامر الاول هو الامر الشق الاداري، ان اداره نادي نهضه بركان واضح ان هي يعني شدت الحزام بشكل كبير جدا بعد ما كسبوا الكونفدراليه قدام بيراميدز، ما بقاش فيه اي دعم للفريق، مرتبات اللاعبين اتاخرت كتيره جدا جدا جدا، وحصل الموقف اللي انا قلت لك عليه ان هو بتاع محسن ياجور، كان قبل مباراه في الدوري اجتمع بمجموعه من الجماهير بنادي نهضه بركان وكانوا بيتكلموا في مشاكل الفريق. فمحسن ياجور زي كده عارف الايه العاده اللي عندنا في مصر دلوقتي على كلاب هاوس، في ممكن مسؤول يخش كلاب هاوس فيحس يعني ان هو ايه قاعد مع صحابه على القهوه، فهو راح قاعد يتكلم براحته. فنفس الامر حصل مع محسن ياجور، وبدا يتكلم وبدا ينتقد الاداره والكلام ده اتصور في فيديو، وبعض من جميع نهضه بركان حطت الفيديو على السوشيال ميديا. وقد كان بعديها على طول نهضه بركان طلع بيان رسمي ضد محسن ياجور ووقع عليه الغرامه 35,000 دولار، اكبر غرامه على السوشيال ميديا. صغيره كده بس يعني 35,000 دولار في الوش كده لا يعني بالنسبه طبعا للنهضه بركان مبلغ كبير، نص مليون جنيه على لعيب ده مبلغ والله كبير والله بالنسبه لاي حد يعني انت بتتكلم رقم يعني. فحصلت المشكله دي، ومحسن ياجور برده دفع ثمن الغلطه دي فنيا، ان بعض المباريات حتى المباراه الاخيره اللي تعادلوا فيها سلبيا كان قاعد على الدكه، وبدا حمدي العشير وبدا ابراهيم بحران. تمام. هما الجزء الثاني في وجهه نظري لا، العامل السن، عامل السن هو في مراكز مهمه في الملعب. وخليني برضو نشرح حاجه للساده المشاهدين، عشان احنا ما بنقولش ده التشكيل المتوقع لنهضه بركان يوم الجمعه، ولكن بنقول ده التشكيل الاخير اللي لعبوا بيه. ولكن في وجهه نظري الشخصيه في بعض التغييرات هتحصل عليه. اول تغيير هيحصل عليه نص الملعب، صعب هتلاقي فرحاني والهلالي في نص الملعب، الاثنين سنهم كبير. في لعيب عندهم الان تراوري، لعيب ورك ريت بتاعه عالي جدا، 23 سنه، صغير في السن. ده جنسيته ايه؟ اعتقد ان هو كيني. بوركيني. واعتقد ان هو 23 سنه هيبقى واحد من ارتكاز نص ملعب نادي نهضه بركان، عشان الورك ريت عنده عالي جدا جدا، وبيقدر ان هو يغطي مساحات كبيره جدا. النقطه الثانيه اللي لازم واخدين بالنا منها، ان عمر النمساوي بتاع نادي الزمالك وبتاع بيراميدز مش هو بتاع دلوقتي. ليه؟ لان النهارده معدل الجري بتاعه في طريق 3 4 3 غير معدل الجري بتاعه في 4 2 3 1، وهي الطريقه اللي في وجهه نظري الشخصيه ربما تكون الاقرب. ليه؟ ان هو هنا في قدام النادي الاهلي اكيد هيحتاج يكون في اثنين في المناطق الفاضيه قدامنا دي على السكرين. تمام. يغطوا مع الفول باكس اللي عندهم اللي احمد قال. طيب. انا ما عنديش شك انه ارقام الخاصه بفرقه نهضه بركان هتبقى في خلفيه اخوان بيدرو، وهو بيفكر انه رايح يقابل نادي الاهلي. طب. ومش بس بيقابل نادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، ده بيقابل نادي الاهلي اللي من ايام بسيطه جدا متاهل لقبل نهائي النسخه الجديده من دوري الابطال، فبالتالي المباراه بالنسبه له تقيله جدا على الاهلي.